السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. كالعادة الإخوان، دائما التسريبات الصوتية اللي كنزكوا بها الفيديوهات والمحتوى للقناة. البارح وقعت واحد الاشتباكات بتبادل اطلاق النار، اعطيني نعطك، بين البوليزاريو وواحد العصابه مسلحه في الرابوني. وغنعاود لكم القصه ديال هاد العصابه، وكاين شكوك عندها علاقه بالشاحنات الجزائريه اللي اتهمت فيها الجزائر المغرب وراء قصف وقتل 3 مواطنين جزائريين شرق الجدار الرملي في المناطق العازلة. قبل ما ندخلوا في حيثيات الموضوع ونتكلموا عليه اللي هو أهم، وقلنا عنده علاقة بالشاحنات الجزائرية اللي متهم فيها المغرب وراء قصف وقتل 3 مواطنين جزائريين. الشبكات اللي وقعت البارح في الأخير تعتقلوا فيها 4 الأشخاص من هذه العصابة، سموها هي عصابة بين قوسين، سميوه عصابة لأن حتى البوليزارو عصابة، وتصاب فيها واحد من ما يسمى الدرك ديال البوليزاريو، تصاب بالرصاص ونقلوه للمستشفى. هاد الاشتباكات وهاد تبادل إطلاق النار وقع في الصباح بكري، يعني فجرا، غرب الرابوني، بجوجهم لا البوليزاريو ولا هاد اللي نسميوه بين قوسين عصابة. الاثنين عندهم الأسلحة، أعطيني نعطيك، طاق طاق ضرب اللاق طاق طاق، تصاب فيها واحد مما يسمى قلنا الدرك ديال البوليزاريو ونقلوه للمستشفى. هذه اللي كتسميها البوليزاريو عصابة واللي اعتقلوهم يوم 4 وتصابوا كذلك بجروح بطلقات نارية، كتقول البوليزاريو على أنه كان مبحوث عليهم منذ مدة، يعني منذ شهر أو شهر ونصف. فاللي غيسمع الإخوان منكم انه كان مبحوث عنهم غادي يدخلوا العجب، وعادي غيطرح سؤال، قداش هو قاعد مخيم تندوف، وقداش هي هذا الرابوني، وشحال فيها من النسمه، شحال ديال البشر، يعني شخص مبحوث عنه. الى درتي كامل مخيم تندوف في نهار واحد، دور دار بدار حتى تقبضهم وما كيقلبوا عليهم، قال لك اكثر من شهر بالضبط قبل يوم واحد من حادث الشاحنات الجزائرية. وأنا جيكم في الهضرة، قبل حادث الشاحنات الجزائرية بنهار إلا كنت تعقلوا، كان وقع حادث مماثل بين هذه العصابة وبين أشخاص أخرين، وتبادلوا بطلقات نارية، عطيني نعطيك، الناس مسلحة، عندها كلاشات، عندها فرديات، ونتج عن ذلك إصابات وقتلى. من وراه في الغد سمعنا على أن الشاحنات الجزائرية قصفاتها الدرون المغربية وتقتلوا 3 ديال الأشخاص الجزائريين في حادث غريب وعجيب، وتنكر ليه المغرب، والمغرب ما علش على أنه نهائيا قصف شاحنات مدنية جزائرية. مرت 3 أيام على حادث الشاحنات الجزائرية، هي فاش خرجت الرئاسة الجزائرية كتهم المغرب رسميا وكتوعدها يعني بالرد، وان المغرب هو اللي قصف تلك الشاحنات وقتل مدنيين جزائريين. في الغد الموالي كنت درت لكم فيديو كيتكلموا فيه ناس صحراويين من عين المكان، كيخبروا على ان الدرك ولا الجيش الجزائري لحق واحد السياره رباعيه الدفع فيها حوالي 4 أو 5 عناصر، قصفاتهم الجيش الجزائري وتحرقت تلك السيارة الرباعية الدفع، وقالوا هما قالوا على أنه اعتقلوا دوك الأشخاص. تيوطا مخبوطة تعود 4 كيل 50 ولات الداخلة قبلتها، أنا من الناس اللي واقفة عند الطب راعوا فيها ثاقبة فيها النار، خابطينها الجزائريين اليوم. أنا بعد غطر عني شفتها 9:30 سابق ذاك، ماني عارف انت خابطوها. يعني اخوتي الا بغيتو تفهموا، كان واحد شد وجذب
كانت عصابة تما في محيط مخيمات تندوف وحتى في المناطق العازلة وما يسمونه هما كيسموه بين قوسين المناطق المحررة اللي هي ماشي محرمة مناطق محرمة عليه. قبل إخوان جيتكم الهضرة باش أعطيكم شنو واقع شنو كاين منذ ذلك الحين منذ حادث الشاحنات الجزائرية. وقلنا قبل منه كان حادث تبادل إطلاق النار بين جوج ديال العصابات مسلحة عندهم كلاشات مسلحين نيت مسلحين ديال بصح. ومن وراه بثلاث أيام الجيش الجزائري كيلاحق سيارة رباعية الدفع وكيقتل ولا كيعتقل أربع أشخاص. وديك السيارة الرباعية الدفع راه كدرج على فيديو بانت محروقة يعني كاين واحد نشاط عصاباتي. وهنا خوتي غنرجعوا لقضية الشاحنات. قضية الشاحنات قلنا وأكدنا وخبرنا وبالدليل وبالحجة وبالبرهان أن الشاحنات ما مقصوفين. الشاحنات الجزائرية تعرضوا لعملية سطو وتم اقتيادهم داخل المناطق العازلة وتم سرقة ممتلكات ديالهم من طرف هذه العصابة اللي اليوم وقعت في اشتباكات مع البوليزاريو. والنصف ديالها العصابة الأخرى هي اللي كانت لحقتها الجيش الجزائري وقصف السيارة الرباعية الدفع واعتقل ولا قتل أربعة أشخاص منهم. يعني أخوتي كاين واحد العمل غامض ودليل قاطع أنه منذ إعلان عن مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين أصحاب الشاحنات الجزائرية ومنذ ذلك الحين وكاين واحد النشاط عصاباتي. يعني تلك الشاحنات ها اللي اعترض سبيلهم وها اللي قطعهم اقتلهم لأنني سمعتكم فوكالات بعد ذلك تسريبات صوتية. تيقولوا الشهود العيان اللي كانوا وصلوا حالة الشاحنات فور إشعال النار في الشاحنة الجزائرية أنهم جبروا دوك السائقين ديال الشاحنات الجزائرية مقطوعي الأطراف. ثلاثة منهم تحت الكاميون جبروهم محروقين وواحد جبروا اللي هي طائر مع معروف ذا الجيش يديه وكرايم قطع. وتيقولوا لأنهم جبروا الجوجات ديالهم موضوعة تحت الساسي كما كنقولوا الساسي ديال الشاحنات الجزائرية والشاحنات مضروبة فيهم النار يعني شاعل فيهم النار. وهذا كيقول لنا على أن تلك الشاحنات وسائقي دوك الشاحنات تعرضوا لعملية سطو وتم نهب ممتلكاتهم وسارقتها وقتلهم وقطع أطرافهم ووضع الجوجات ديالهم تحت الشاحنات وضربوا فيهم النار. ومنذ ذلك الحين وهذه العصابة اللي اليوم انتج عنها واحد تبادل إطلاق النار بينها وبين البوليزاريو وهي ناشطة وكاين كذلك ملاحقة لنفس العصابة من الجيش الجزائري. وهنا ربما نقول اليوم أنه بانت الحقيقة أن دوك الشاحنات الجزائرية ما تعرضوش للقصف بالمرة وإنما من وراهم هاد العصابة المسلحة اللي كتنشط في محيط مخيمات تندوف والرابوني وكتدخل حتى المناطق العازلة. نسمعوا هاد التسريبات الصوتية. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. مناوشات اليوم بين الشرطة وبعض من الشباب عنهم تخاطوا معهم بالسلاح وعلهم جرحوا منهم أربعة واحد الآن في عمليات في بيت خطر المستشفى وثلاثة حتى هم لبس ولكن واحد من حالته من الشرطة حالته خطيرة. وعلى أنهم قبروهم وجابوهم المحل التحقيقات والاستنطاق والبحث عند الأمن وعن جات الجزائر وقالت لهم عنهم من يوفاهم بحثهم لهم واستنطاقهم على أنهم يسلموهم لهم لأنهم استعملوا السلاح على أرض الجزائر مرحبا مرحبا السهلة صحيحة وتلك تقريبا جايين من اتجاه الداخل و ديك الطريق كانت مشرطة العسكرية قوة عمومية بصفة عامة
دايره براي شنو والله كامله لهم كاع. وتو طاحوا فيهم تو منين طاحوا فيهم ولا عاد قريب منهم شافهم كاملين لهم ضربوا دور راجعين شور الداخل وراقوا راقهم راقوا تمنهم القوة العمومية وتو تخليك لهم اشتباك شوي. المهم عن المهم تلقات النار ذيك وفتش وكرعيني وكرعيني وتسرقوهم هذا اللي مطالبي وتو نقول ودي على قدر مرض لثنتين حسن ذلك الحالي وقبلت من القوة العمومية وتو وقت مولد عن إصابات في القوة العمومية شو دخل الطب ولا شيخ نبتو ولا أحد منهم لعنه اضطر العملية جراحية تقريبا كتف ولا يد ولا شيخ نبتو وتوف وقوم الثاني ينقوضوا لعنهم ودخلوا السجن الحال وعنهم فعلا تم تسليمه المال وطاقاتية ذات سوايا جات الشرطة الجزائرية وسلموا له.